ليكم البنات، كي دايرين بقات عليك كبيره ليكم. موجه دادر من قناه الحلويه ام عبد المغيث. اليوم الفلوق الرابع من مدينه اكادير. كما كتشوفوا غادي نمشيو خريجه اولا دويره ونتعرفوا على البلاصه فين غنقضيو فيها اليوم ديالنا. بقاو معنا. هنا كما كتشوفوا تزامنت الفتره اللي كنت فيها في اكادير مع عده مهرجانات ومعارض، حاولت انني نزورها وناخذ فكره على الاثمنه والمنتوجات الامازيغيه، كذلك نعرفكم باش يمكن لكم تاخذوا ككادو او لحوايج الدار في الاتات من الاتات هنايا في اكادير. بالنسبه للناس اللي غادي يجيو للمغرب الف مرحبا بهم. كذلك بالنسبه للناس لاول مره كيشوفوا القناه كنرحبوا بكم، كنقول لكم ضغطوا على زر الاشتراك، تفعيل الجرس ومتابعه الفيديوهات والفلوغات اللي ما كتقتصرش نهائيا غير على دي فلوغ، انما حتى على وصفات وتعليم الحلويات ووصفات تجميليه 100%. كذلك بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه انها قناه متنوعه، نتمنى 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 انكم توصلونا لاكبر عدد ديال لي لايك، اكبر عدد ديال لي كومونتير باش تشجعونا نزيدوا اكثر. شوفوا لي فلوغ اللي غادي نخلي لكم في صندوق الوصف اللي مختلفين. هنا قمنا كذلك بزياره لاحد المحلات اللي كتخدم في هذا الشيء ديال الجلد. كيف ما كتشوفوا قدامنا هنايا كاينين انواع ديال سنادل اولا صيفيين، اشكال مختلفه، الوان مختلفه، كذلك اذواق مختلفه، اما بالصباع اما عاديه كما كتشوفوا معنا. كاينين هادو حتى هما جاونا رطبين بالجلد. كاين هادو القدام اللي الا عقلتوا عليهم تيكونوا مزكشين بالوان مختلفه. كاين هادو ديال الرجال، يعني جلد 100%. انا دابا في الوسط ديال المحل كنشم نيت ريحه ديال الجلد. هاد الصابوات زوينين كما كتشوفوا رجال. هادو شحال دايرين اخويا؟ هادو شحال داير؟ 110. هذا 110 دراهم. هنا كاين هاد البلاغي اللي صفرين، كاين هذا في الكحل بالنسبه للناس اللي ما بغاوش الاحمر، كاين هذا في الكحل حتى هو اللون ديالو زوين. واللي عجبني بزاف هو انهم كاينين حتى بالنسبه للوليدات الصغار. انا حتى الغدا عاد غادي نرجع نشوف الشهرزاد ان شاء الله باذن الله. كاينين هادو كان قال لي عليهم دايرين تقريبا شي 50 درهم، وهاد الكبار كنت سولت عليهم دابا دايرين 100. هادو ديال الصباع بحالهم ياك؟ هادو دايرين 45 درهم. الا قلنا اكادير اكيد غادي يجي على بالنا ضروري ما ناخذوا شي حاجه سوفينير ديال النقره. هنايا جبت لكم اشكال ديال الخوادم وديال الدبالج وكذلك الكورميطات. كيف ما كتشوفوا زخرفه رائعه فيهم ومنظر رائع ديالهم. انا كنت بغيت دبلي سامبل لكن ما لقيتش حتى هادو، وجاوني شويه عامرين. اكيد نتوما الا مشيتوا راكم غادي تلقاو حوايج اللي غادي يجيو قدكم. انا لان يدي دكاليه تعبرات ما لقيتش اللي في القيس ديالي، لقيت غير اللي محلولين. واكيد انني انا ما من داك النوع اللي ما تنتبرزط بشي حاجه اللي كتكون في يديا. بالنسبه للمحبين ديال النقره باش تعرفوها اصليه قلبوا شوفوا واش مطبوعه، يعني واش فيها الختم ديال انها نقره اولا غير مزوره. كذلك غادي تلقاو حتى العيبات ديال التزيين ديال الناس ديال الامازيغ او لاسوس كيف ما قالوا لي البنات في احد التعاليق. الا بغيتوا النقره رخيصه يمكن لكم انكم تمزدوا ليها الانزكان كيف ما خلاو لي البنات في التعاليق مشكورين. قالوا لي احسن من باب الحد بالنسبه للاثمنه. كاينين كذلك غورميطات الاولاد، كاين هكا دي زونسومبل اللي هما مجموعين حلقات وغيرهم. اكيد ملي غتمشيو نتوما غتختاروا على حسب ذوقكم. هنا هذا بلاطو ديال الخواتم ديال الرجال وعيالات كما كتشوفوا. انا الموفجاني عيالات، كاينين شكل مختلفين. باش يدخل من هاد الجي من هاد الجي وخل. هانتوما كما كتشوفوا انا كنعجبني هذا وعجبني هاد الشكل. هنا كيف ما كتشوفوا حنا في احدى المحلات اللي كتبيع هذا الشيء ديال الخشب وديال العود، يعني اشكال اللي هي مختلفه
كذلك عجبتني بزاف خاصة هاد اللعيبة كما كتشوفوا كتحل هكا. الا بغيتي تجمعيها تجمعيها بهذا الشكل. كاين كذلك دي بواط هكا صغار، كاينين دي بورتسيلو صغارين بالنسبه لي سوفينير اولا لي كادو، يعني خشب اللي ناس الصانع التقليدي كما تنقولوا متفنين فيه. وبالنسبه لهاد اللعيبه يعني فيها احجام مختلفه، كتبدا فيها صغير وفيها كبير، كتبدا تقريبا من 150 درهم حتى 300 درهم كنت شفت وحده على برا. كذلك كاينين دي بلاطو انا غادي نشوف منهم ديال العود نيت. كاين هاد لي تروك بالنسبه للبابي موشوار، يعني الا جيتو لاكادير كاين ما يتشاف كيف ما تنقولوا، خاصه بالنسبه للمعرض بلاصه ديال العود غتلقاو فاش غادي تختاروا. انا غادي نشوف هاد لي بلاطو هادو خاصه الصغيور. هنايا ما نساوش كذلك صناعه القصب اللي اكيد صانع تقليدي تفنن فيها كيف ما كتشوفوا. كاين هادو طويبلات صغار واللي عجبتني هي هادي، قال لي 2700 درهم داير اربعه ديال الكراسه، وهنايا كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها بالنسبه للصيف اولا هكا شي بريكه. كذلك كاين هذا الشكل الاخر اللي قال لي 2500 درهم، هانتوما كيف ما كتشوفوا رائع 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 جدا. اكيد غادي نخلي لكم الكارت فيزيت ديال السيد بالنسبه للناس من الجاليه المغربيه اللي بغاو يتواصلوا معه اولا كذلك بغاو يكومونديو. كاينين هاد لي تروك هادو شحال دايرين اخويا؟ هادو اللي دار 400 درهم الواحد. هادو طويبلات هكا اللي تيكونوا نازلين، يمكن لكم انكم ديروهم هكا ديكور، دايرين تقريبا شي 400 درهم. وهذه بالنسبه للوليدات الصغار، علاش لان لا ما نعرفوهمش بالمنتوجات ديال البلاد ديالنا عوض ما نمشيو للمنتوجات ديال دول اخرى. هادو تيكونوا كريسيات صغارين مع الطويبلات ديالهم. يعني ما نساوش كذلك صناعه الزاج كما كتشوفوا، الثمنه جد جد مناسبه بحال هذا الشكل. انا كان قال لي 50 درهم وكاين هذا ب 70 كما كتشوفوا. هذا جوك خبا اللي الفوق كان قال لي على الثمن ديال تقريبا شي 600 درهم. هاد الفوقاني شحال كنتي قلتي لي؟ هاد هادي الشميشه ها 400 درهم، انا زدتو 200 درهم كامله 400 درهم هاد الفوقاني، ولكن الشكل ديالها رائع. هادي اللي كان قال لي درت لها 600 باغا نربح. هاديك هادي كان قال لينا عليها دير 600 درهم، غير هو حاجه اللي فيها زوين هنايا الزجاج ديالها ما تيديرش. انا غادي ناخذ هذا الشكل على اساس باش غادي نصور فيه ان شاء الله باذن الله الحلوه، وفي نفس الوقت حتى يبقى ديكور اللي هو رائع وغزال كيف ما كتشوفوا معنا. مستحيل اننا ندخلوا المهرجان ديال الغرفه الصناعه التقليديه باكادير وما نتكلموش على ابداع المراه المغربيه الخاص بالصناعه التقليديه وخاصه الزرابي كيف ما كتشوفوا. هنايا نقلت لكم اشكال وكذلك اثمنه، وغادي نخلي لكم حتى رقم الهاتف ديال صاحبه المحل كاين بالنسبه لهذه. وكاين كذلك هذه قالت لي دايره فيها في القياس 3 متر على متر ونص دايره 400 درهم، وكيف ما كتشوفوا يعني متقونه. ما غنقلت لكم الفيديو حتى قلبت السلعه باش اكيد تبقى عندنا مصداقيه للقناه، وكذلك نساعدوا المشاهدات او المتتبعات على اقتناء المنتوجات. كاينه هذه اللي كتكون بلوان مختلفين، كاينه هذه هذه شحال فيها سميتك؟ 60 ها سينا مش حد سينا شحال داير في الثمن؟ 150 درهم. 150 درهم بالنسبه مثلا اما في الدخله ديال الدار او غير ذلك، فيها 60 متر 60 سنتيم على 3 متر دايره تقريبا 150 درهم. هنايا كذلك كاين هذا الشكل وكاينين هاد الاشكال. غادي نخلي لكم رقم الهاتف ولا كارت فيزيت ديال صاحبه المحل او لا صاحبه المنتوج كيف ما كتشوفوا، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف بالنسبه للناس اللي مهتمين باقتناء الزرابي المغربيه وكذلك تقدير المنتوج المغربي. الفيديو ديالنا شرف على الانتهاء ديالو او لو وصلنا للنهايه،
ما بقى لي الا نودعكم على امل اللقاء بكم في فيديو اخر ان شاء الله باذن الله، فلوغ اخر، واللي غادي يكون الاخطاء اللي درت في الرجوع ديالي من مدينه اكادير، شيء اللي ربما كان غادي يضرني بزاف. نتمنى انكم ما ديروش نفس الخطا ديالي. نتمنى ان يكون قلت لكم منتوجات وكذلك ادوات يمكن لكم تجيو معكم لحبابكم من هذه المدينه. ما بقى لي الا نودعكم على امل اللقاء بكم في فيديو اخر ان شاء الله باذن الله، وصفه اخرى على القناه. تهلاو في راسكم. شكر شكر خاص لجميع متتبعي القناه، شكر خاص الناس اللي كيخليو لنا تعاليقهم كذلك اقتراحاتهم، وشكر خاص الناس اللي كيعاونونا باش نصحوا عده اخطاء اللي ربما ارتكبناها في القناه في الفيديو ديالنا. رفقتكم السلامه وتهلاو في راسكم.